إلهي أنت تعلم كيف حالي. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك. إلهي ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب، فيا ديان يوم الدين هموما في الفؤاد لها دبيب، وصل حبلي بحبل رضاك وانظر وانظر إلي وتب علي عسى أتوب، ورعي حمايتي وتولى نصري، وشد عراي إن عارت الخطوب، وألهمني لذكرك طول عمري، فإن بذكرك الدنيا تطيب. هو الرحمن حولي واعتصامي، به وإليه مبتهلا مبتهلا أنيب. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك.